تحديات يا ما فرقت اخوات يا ما وقعت شنبات يا ما كبرت فعيان يا ما صغرت بشوات واحنا في زمن مادي وكله دام الجيب خلاص مليان كده خلصت الحسابات يا ما قلبت اوجاع يا ما غيرت اوضاع يا ما رخصت غاليين يا ما بينت انواع يا ما فتحت ابواب يا ما قفلت ابواب يا ما خربت في بيوت يا ما طمعت بياع اللي شريكوا وتبقوا منظر أرفان من كتر ما تحط علينا جربنا حظنا بيدينا أدينا بالهم رضينا والهم دايما مش راضي بقولك ايه؟ اوعى تفتكري ان جوازتي من عبد الحكيم دي كانت جوازه كلش ان كان، لا دي كانت قصه حب كبيره قوي. عبد الحكيم ده كان حبيبي، وقف جنبي كتير قوي وساندني ووقف ضد اللي خذلوني وجاب لي حقي ونصرني، عشان كده انا عمري ما انساله اللي عمله. كيف يعني؟ هبقى احكيلك، بس عاوزاكي تحكيلي انت الاول الحكايه كلها. هو ايه حكايه مروان وحسن سايبه ليه؟ وإيه اللي مخلي جبرية سايبة البيت ومش قاعدة فيه؟ وإنت عايزة تعرفي كل ده ليه؟ فاكرة نفسك هتلمي شمل العيلة؟ طب وليه لا؟ إنت فاكرة إن أنا هصدق كلامك ده؟ يوه، هي كل الناس لازم تبقى نيتها وحشة؟ تكونيش فاكرة إن أنا جاي أخطف لي قرشين وأمشي؟ بقول لك إيه؟ كان غيرك أشطر. لا يا أختي، مفيش حد أشطر مني ولا أحلى مني كمان. نعيمة، حلي عن دماغي. لا مش هحل عن دماغك لما تحكي لي الحكايه كلها. يلا. يا بدري، مروان باشا
أنا شامم ريحة غدر. عبد المأمور اجده خدوها يا رجالة. على قولك تبقى نادية قاعدة قدامنا وأنا ما قدرش همد يدي وأكسر رقبتها. بس كيف؟ إيه اللي لمها على مهدي؟ مهدي؟ ده تعبان. أقول لك على حاجة، ولا حيوقف جارك ولا حيساعدك، هو بس كان عاوزنا نروح له عشان نشوفه نادية. يعني إيه يا أم؟ انسى حتى إنك تاخد من يده شربة مية. هنعمله إيه؟ والله ما عارفة. مين؟ بدري. كل اللي اتفقنا عليه تمام. لازم تعرف يا مروان ان عبد الحكيم عبد الجواد ما خلفش الا حسن. حسن وبس. اما انت خلاص بقيت والدي كريم، ما بقيتش والد عبد الحكيم. كسرت قلب امك عشان خاطر كريمه. كريمه اللي كل همها تلهى في البيت الكبير وفلوس عبد الحكيم. زلتني وهنتني عشان خاطر تنول رضاها. انت فاهم غلط يا حسن. لا فاهم صح. من دلوقتي انت اللي لازم تفهم ان انا بقيت الكبير. مش مجنون يا حسن، افهم. انا كنت عاوز مصلحتك. مصلحتي؟ ايوه. كنت عاوز افوقك. وماله؟ ما يجراش حاجه. وانا فقت وجا دوري عشان افوقك. صبح جاهز كل حاجة. أسفت السكة ونكون عندك. إيه اللي جايبك لغاية هنا؟ يا ابني أنت كده هتقعدينا في داهية. عايز إيه؟ ما تخبطش، أنا جاي أفتح الباب أهو. أنا وصلت. اسكت بقى. إيه؟ عايز إيه؟ بقى المرة دي بقى أنت اللي عايزة مش أنا اللي عايز. هات من الآخر، هات من الآخر يا فتحي. مروان إيه مات؟ حسن خده على الجبل هو وجبريل. واللي انا اعرفه ان ان شاء الله بعون الله ناويين يخلصوا عليه. تعالى اوعى تكون بتضحك عليا، انا عارفاك. اضحك عليك ليه يعني؟ يعني الكلام ده مش من دماغك يعني؟ انا اول ما عرفت جيت لك على طول. طيب استنى بس عليا. تعالى خش المكتب، تعالى خش. بقى اللي حصل وعرفت منين؟ عرفته من واحد اسمه صبحي شغال مع مهدي ويعرف بدري كويس قوي. قال لي ان حسن اتفق مع بدري انهم هيقطعوا الطريق على مروان وياخدوا الجبل. يعني جبرية وحسن هيذبحوا مروان؟ ايوه. سبحان الله، ربنا بيسلط ابدان على ابدان. ياه، عارف لو ده حصل يا فتحي تبقى أمك تعيالك بصحيح. هوديك حتة تانية خالص، هطلعك فوق. أنا أول ما عرفت جيت لك على طول عشان إحنا مع بعض من الأول للآخر.
بس لو حصل وزهزهت معاكي وقلشتيني ما اضمنش انا ممكن اعمل ايه. ما بحبش الطريقه دي. انت عارف كريمه ما بتتهددش، لسه قايله لك من ثانيتين هوديك في حته تانيه خالص. اتفقنا. دي واحده بقى، اشوف حد على الباب ولا حاجه عشان تخرج. بطلت حن عليه يا جل، بطلت اشتاق له يا جل. مروان مش والدي، مروان والد كريمة يا جل. مروان مش والدي، ده والد كريمة، والد كريمة، والد كريمة. سامع يا جل؟ مش ولدي، مش ولدي. آه يا قلبي. ابن جبرية الكبير اللي كان عايز يبلع كل حاجة في بطنه، ابن جبرية الصغير هو اللي حياكله. اللي بتقوليه ده يا كريمة، ده يبقى جوز بنتك؟ لا، ده ابن جبرية. وابن جبرية تعبان زي جبرية. حسن هيقتل مروان؟ يا خيبتك يا جبرية، يا خيبتك. سيبوه دلوقتي، يلا. تسأل نفسك ليه؟ مش كده؟ الو. ايوه يا ست كريمه، انا بعد ما نزلت من عندك صبحي كلمني وقال لي ان هم شحنوا مروان على مستشفى المجانين. لا ما اعرفش اني مستشفى. على العموم انا قلت اقول لك وخلاص. ماشي، سلام. يا فوزيه، يا فوزيه، يا فوزيه الحقيقي، تعالي شوف المصيبه اللي احنا فيها يا اختي. جرى ايه يا فوزيه؟ تعالي تعالي شوف المصيبة يا أختي. في إيه يا ولية؟ يا أختي. جرى إيه؟ الولية اللي ما عندهاش رحمة ولا قلب، اللي تقتل القتيل وتمشي في جنازته، الولية المجنونة اللي اسمها جبرية. عملت إيه؟ أوعى تكون عملت حاجة في مروان. كان أهون يا أختي، كان أهون. ما تنطق يا ولية، خطوتيني. جبرية وحسن خدوا مروان ودوه مستشفى المجانين. مجانين؟
يا نهار بجندل! وانت ايه اللي عرفك؟ عرفتي منين في انصاص الليالي؟ عايزه تعرفي يا مهشكه، الواد فتحي هو اللي جه قال لي. فتحي؟ وانت شفتي فتحي فين؟ اصل فتحي كان موسطني اكلم مروان عشان عايز يرجع للبيت. هو ده وقته يا فوزيه؟ بقول لك دخلوه مستشفى المجانين. خدي راحه فين؟ هروح لجبريه. كده اهو، اجري يا شيخ اجري. استني يا فوزيه، انا جايه معاكي. عقبال لما ربنا ياخدكم كلكم. مش مستشفى المجانين، جهنم يا غجر يا الماما. قوم افتح يا بنت. حاضر يا ماما. بعد يا بنت. فين مروان يا جبرية؟ اسألي كريمة، هي أم كريمة؟ ما هياش أم. أنت اللي أمه يا جبرية. أنت اللي شلتيه في بطنك 9 شهور وكنتي هتتجني عشان تشوفيه، وأول ما سمعتي صرخته زغرتي وكأنك ملكتي الدنيا واللي فيها. مش دي مروان اللي لما كان عيل صغير كنتي بتخافي عليه من عيون الناس وتقعدي ترجيه، اللي لو كان حد بص له بصة كنتي تاكليه واكل؟ مش ده مروان اللي كنت تلبسيه جديد وتاخديه من يده في أول يوم العيد وتخليه يدي الزكاة للناس الغلابة عشان يدعوله؟ مش ده مروان ولدك وأول فرحتك؟ مات مروان، مات. طب وأيمانات المسلمين؟ لو ما تهديت يا جبرية ورجعت لعقلك لنا الله هقفلك وهولع فيكي حيه ولا يهمني. اوعي تكوني فاكره يا وليه اني بقيت خلاص ضعيفه وقليله الحيله. لا، ده انا فوزيه بتاعت زمان. فاكراها ولا نسيتيها؟ ارجع لعدلك. انا بس اللي قلت نهدى ونعجل ونستهدى بالله. لو اللي بسمعه ده صحيح يبقى انت لازم ترتجعي عن اللي في دماغك ده يا جبريه. انت مالك؟ مالكيش صالح بينا. لا ليا صالح ونص. بقول لك ايه يا مرانتي، مش وقتك انت كمان. بقول لك ايه، لا تقولي ولا تعيدي. انا كنت مرات عبد الحكيم الله يرحمه وعايشه في البيت بتاعه، وانتم اهله، يعني اللي يمسكم يمسني. عاجبكم الكلام ده ولا مش عاجبكم؟ تصدقوه ولا ما تصدقوهوش، هي دي الحقيقه. اسمعي يا جبريه، ابنك ده هو العكاز اللي هتتعكزي عليه في قبرتك، هو اللي هيناولك كوبايه الميه يوم ما تبقي لا حول ولا قوه، والكوبايه اللي هتكسريها النهارده مش هتقدري تصلحيها بكره. اوعي تفتكري نفسك قوية، ده انت ضعيفة، ضعيفة قوي، وبيتك ده اوهم من بيت العنكبوت، ببانه مفتحة داخلك منها الغربان والتعبين. اسمعي مني، خدي ولادك في حضنك قبل ما الاوان يفوت. انت جاية تشوفي ورثك ولا تنصحيني وتقولي لي حكم؟ يلا برا برا برا. جنيت انت؟ يلا انا اللي هقفلك يا جبرية، انا هوريك. مروان فين يا امه؟ صح اللي قالته عمتي؟ انا لازم انا اعرف مروان فين. انت رايحه فين؟ همشي. غوري بس لو طلعت من البيت ده ما هترجعهوش تاني. ابقي خلي المنادي ينادي ويقول شمس هي كمان ماتت. ابقي خدي العزاء وما تاخديهوش، ما فرقاش. غوري هدوس عليك انت كمان يا شمس، هحط سكينه في قلبي ولا خليه يوجعني عليكي. قلبك ما حيوجعكيش عليا يا اما، عارفه ليه؟ لانه ما وجعكيش على اللي قبلي.
يا شمس. ايه تعملي ايه هنا؟ ولا حاجه. الله، امال واخد عبد الله ورايح على فين؟ ده ولدي، بعد يدك عني. ولدك ايه؟ هاتي الواد. سيبيه، ده ولدي. ولدك ايه يا بنت المجنونه؟ هاتي الواد بقول لك. يا ناس يا خلق يا ده ولدي، والله ولدي اللي خلفته، والله ولدي كلهم ان انا امك، كلهم انك ضنايا. هاتي الواد يا شمس، بقول لك انت اتجننتي ولا ايه؟ سيبيه. عايزه تاخديه ليه؟ عشان تاخديه لاختك تموته كيف موت ولد البكري؟ لا، عبد الله ده ولدي، انا اللي هكبره واربيه واعلمه. بس عاوزه في ايه؟ يا شمس مالك؟ عايزه تخطف عبد الله. تخطف ايه بس؟ هي دي تعرف تخطف حد؟ يا جدعان عيب، الناس بتتفرج علينا. تعالي معايا يا شمس، تعالي معايا. فتحي شوف، شوف دي ولدي، شوف شبهي كيف، شوف دي ولدي، ولدي. تعالي معايا يا شمس، روحك انت تعبانه. تعالي. اروح فين؟ على بيتك يا شمس. انا ماليش بيت. يلا يا جدعان، يلا يا اختي، يلا يا ابا، يلا يا سيدي. اروح على بيت عبد الحكيم اللي مروان طردني منه انا وامي، قال لي انا بره مع الف سلامه، ولا اروح على بيت جبريه اللي ما عايزاش حد فيه غيرها واصل. احنا ملناش بيت. انت مالكش بيت يا محروس، ولا انت ليكي بيت، ولا انت يا فتحي ليك بيت. احنا ملناش بيت، انت تارينا. طيب تعالي معايا انا. اجي معاكي فين؟ عند الرجاله اللي قتلت ولدي. انت هتكوني معايا انا. انت هخاف منك، ممكن اتطمن لاي حد الا انت. انا ممكن ابيت جنب الميتين في الترب ولا اني ادخل بيتك. طب تعالي اوديك عند امك. لا امي، لا، بيتك اكبر بيت في البلد يا شمس، ما عرفاش تروحي فين. طيب تعالي معايا، تعالي معايا. بنت باين عليها اتجننت. باين. طب يلا خد. شفت يا مروان، شفت الدنيا عملت فينا ايه؟ انا مش قادر اصدق. انت كنت اخويا اللي بتباهى بيه وسط الناس، كنت سندي في الدنيا، كنت لما احتاج حاجه اطلبها منك ما اطلبهاش من ابوي. انت ما نمتش طول الليل وشكلك تعبان قوي. خايف عليا؟ أنا طبعا خايف عليك. مش عايزك تسأل السؤال ده تاني يا مروان. حسن، أؤمر يا أخوي. البيت ده مش هيقوم نجومة غير بي أنا وأنت وبس. أنا زي ما وعدت أبويا يا مروان، لا حاجة في قصادك ولا هقول لك لا. كنت أبويا وصاحبي وأخوي، شفت الدنيا عملت فينا ايه؟ وقفنا قصاد بعض عشان الورث يا ولد ابوي. مالكش عندي حاجه، وامك مالهاش حق عندي. لازم تنسى ليك اخ اسمه مروان. انت بتتحداني يا مروان؟ انت لازم تتعلم الادب. ابعدوا عني. ارموا في المخزن، لا وقت ولا شرب لحد ما يقول حق برقبتي. هاتي لك يا حسن. لا لا. لكن لا، لا يا مروان، العين بالعين والسن بالسن والبادي اصلا، وهنشوف مين الغالب ومين المغلوب. وحسن ولد عبد الحكيم اخوك الصغير هيكون هو كبير البلد دي، وانت يا مروان
ربنا يتولاك. زينب ايه ده؟ ما قلتليش يعني انك جاي بقى كده برضو يا ماما؟ عمتي تكلمني تقولي على اللي حصل وانتي ما فكرتيش ترفعي سماعة التليفون وتعرفيني؟ طب قولي ازيك يا ماما الاول؟ ما كنتش عايزة اقلقك، كفاية اللي في بطنك والهم اللي انتي فيه، وكنت مستنية يا حبيبتي اشوف المشكلة دي هتوصل لغاية فين؟ توصل لغاية فين؟ ولا انتي ما كنتيش عايزة تكلميني غير لما الحكاية تتعقد خالص؟ تتعقد ايه؟ كله هيتحل بإذن الله. ويتحل كيف؟ طول ما احنا قاعدين كده لا بنهش ولا بنش. ابدا يا حبيبتي، انا كنت مستنيه اخلص فنجان القهوه بتاعي واروح لحسن اشوف اخرتها ايه معاه. لا ما تتعبيش نفسك، انا اللي هروح. هتروحي فين؟ هتروحي الجبريه تبوسي ايديها ورجلها وتتزلي؟ انا هعمل كده فعلا. انت ايه يا بنتي؟ ضدي؟ عايزه تموتيني نقص عمر؟ لو ده اللي هيخليها تسيب مروان في حاله انا هعمل كده يا ماما. تذلي نفسك لجبريه بقى مش كده؟ تذلني؟ طب ما احنا كلنا مذلولين، ولا انتي مش واخده بالك ولا ايه؟ مش هتروحي يا زينب. انا هروح يا ماما، واللي انا شايفاه صح هو اللي هعمله. يلا يا عمتي. يلا حبيبتي. بقولك مش هتروحي يا زينب، انا اللي هروح. ماما انا اللي هروح، انا مش هطمن غير لما الموضوع ده انا اللي احله بنفسي. انتي بتعنديني ولا ايه؟ في ايه؟ انتي مخوناني يا بنت عبد الله؟ كفايات يا كريمه، الكلام ده مش وقته عاد. هو انا كل ما افتح بوقي تقولي لي كفاياك يا كريمه؟ يا حبيبه قلبي، كل اللي نفسي فيه ان احنا نتلم عيله ونقعد هنا في البيت الكبير ايد واحده مش ضد بعض. قولي الكلام ده الجبريه اللي عماله تنفخ في النار وهتولعها. يلا يا حبيبتي. يلا يا عمتي. يلا خدي هنا منك ليها. في ايه يا لكم؟ ايه؟ بسم الله. حسن؟ على فين؟ ليك عين كمان تيجي لحد هنا بعد اللي انت عملته؟ اخوك يرجع النهارده قبل بكره يا حسن. اخوك اخوك، هو انتوا مش واخدين بالكم ان مات وشبع موت ولا ايه؟ اسكت! لولا انك عملتي انا كنت قتلتك. كويس انك لساك فاكر. هو انت عملت حساب العمة ولا حتى الاخ؟ وهو يعني اللي عمل حساب؟ ولا اللي يعمله مروان على العين والراس؟ واللي يعمله حسن يوقف في الزور؟ مروان ده يبقى اخوك الكبير. عشان الكبير تبقى رخصة يبيع ويشتري فيها زي ما هو عايز. محد، عملت فيه ايه يا حسن؟ ولا حاجة. هعمل فيه ايه يعني؟ هو الميت تتعمل فيه اصلا بعد موته؟ قتلته؟ رد عليا، قولي عملت فيه ايه؟ اهلا يا حسن، اهلا اهلا يا جنون، ازيك يا نن عين مرات ابوك؟ يا مالك يا فوزي؟ مالك يا حسن في ايه؟ ودي مين يا اختي الحلوه الاموره السنيوره دي كمان؟ زينب مرت مروان. ارتحتي؟ مش وقته دلوك. ولما هو مش وقته دلوك ما تمشوا الرجاله الاغراب دي بدل ما تطلع على احوال اهل البيت. اتفضل يا حسن خش اقعد. يتفضل فين يا هاشك؟ حسن خد الرجاله اللي رافعين السلاح في وشنا واتكل على الله. ايه البجاحه اللي انت فيها دي يا اخي؟ هو انت تقتل القتيل وتمشي بجنازته؟ قتيل مين اللي قتل يا كريمه؟ اسالي ابنك يا اختي. بتساليني انا يا ست جبريه؟ من هنا ورايح يكون في معلوم كل واحده فيكم، انا هنا كبير العيله ومحدش ليه هنا كلمه غيري. انا الامر وصاحب الامر وليا الامر. أنا اللي أقول مين اللي يقعد ومين اللي يمشي، ومحدش هيطلع له حس إلا بإذني. هو ده اللي بعت أخوك عشانه يا حسن؟ مين اللي بقى مرت أخوي؟ أنت اللي بتبيع. تبقي مش واخدة بالك من اللي عمله، ولا يكونش اللي عمله كان على هواكي؟ عين العقل والنبي يا ست جبرية، معقولة تقعدي أنت في مطرح وعيالك في مطرح تاني لازم تيجي وتاخديهم في حضنك؟ والنبي تسكتي يا هشكة شوية، اسكتي. أنا كنت حالفة مدخل البيت ده وكريمة وبناتها فيه. حسن، كريمة اطلعي برا، اطلعي برا بدل ما خلي الرجالة يطلعوكي بالغصب. في ايه؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ البيه يا ستي عمال يقول برا يا كريمة بيطردني.
سمعتني يا كريمه ولا نقول تاني؟ لم هدومك انت وبيتك، مش عايز اشوف وشكم هنا تاني، والبيت ده تنسيه، انت مش هتخطيه تاني. بقولك يا حسن، هو انا لو اتنزلت لك عن حقي في الارض وفي الفلوس ده يخليك تعقل وتعرف وقتها الصح من الغلط؟ غلط ايه وصح ايه يا بنت عبد الله؟ تتنزل عن ايه يا بنت تكلمتي؟ رد عليا يا حسن. في ايه مالك؟ عايشه لوحدك انت؟ هو انا مش معاكي ولا ايه؟ مش عايز اسمع حس واحده فيكم. لا لازم تسمع يا حسن عشان تعرف انت بقيت ايه؟ انت بقيت مسخ، لا حصلت عبد الحكيم ولا جبت مروان ولا حتى فضلت حسن. ايه؟ عايز تبقى الكبير؟ فاكر ان انت بالشويتين اللي انت بتعملهم دول هنخاف ونكش نروح نستخبى في الجحر؟ لا يا حبيبي، عمرك ما هتبقى مروان. مروان هيفضل العقده اللي في حياتك يا حسن. ابوك كان بيحبه اكتر منك، كتب له واداله كل حاجه. عارف ده معناه ايه؟ معناه ان ابوك كان شايفك قد كده. افهم بقى. بره بره، مش عايز اشوف وشك هنا تاني. كريمة بره بره. بس انا اوعى بنتك حرام. أنا مش هحاسبك على اللي أنت عملتيه، وهقول إنك ما كنتش في وعيك، وفي الأول وفي الآخر أنت عمتي. لا بقول لك ايه يا اختي، انا خفت على نفسي، انا الحال ده ما يعجبنيش. هو الحال ده هيعجب مين يا نعيمه؟ بقول لك ايه يا فوزية، انا لازم ادور على مروان واجيبه من اي حته، اعمل اي حاجه والاقيه. صح، خايفه على مروان؟ يوه طبعا. بتقولي ايه؟ مش اخو ابني وحسن كمان، حسن كمان لازم يعقل ويحط عقله في راسه. قال انا لما جيت هنا قلت ابني هيبقى له عزوه واهل وناس، وانا هكن وسطيكوا، لقيتكوا قتلين قتل وبتاكلوا في بعض. ده هي النيله دي. وانا اعرف منين؟ لا معلش، انا عارفه كويس قوي ومتاكده حضرتك تعرف مكانه. في ايه يا ست كريمه؟ بص يا بيه، انا لا عايزه مروان يخرج ولا يرجع تاني، انا عايزه بس اروح له عشان اخد منه كلمه، عشان اقدر اطرد جبريه واحط وشها في الارض وابقى انا اللي فوق. ومين قال لك ان انا مش عايز يرجع؟ ومين قال لك ان انا ممكن اعمل اي حاجه تضره؟ مين قال لك؟ محرم بيه، خلينا نقول ان انت مش عايز كده وانا صدقك. لو عايز مروان يفضل في المستشفى اللي هو فيه ويتجنن بجد، انا ما عنديش اي مشكله. يا ستي مين قال لك؟ يا سيدي بس قول لي هو في مستشفى ايه؟ لو سمحت، انا عارفه ان انت عارف هو في مستشفى ايه.